سلطة إلى جانب سلطة، ثم حدد في ذلك مجموعة المبادئ التي على رأسها مبدأ استغلال السلطة القضائية. وفي إطار برنامج سنوي للمكتب الجهوي لنادي كرة المغرب بالحسيمة، ارتأى أن يكون هذه الندوة بشراكة مع المجلس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان التي نتقدم لها في شخصي السيد الأمين العام وكذلك رئيس اللجنة بخالص الشكر والامتنان، وكذلك الجمعية المغربية للقضاة التي ساهمت معنا كذلك في هذا إعداد هذا اليوم، وجمعية محامي الشباب، إيمانا بكون أن النقاش المتعلق باستقلال السلطة القضائية هو لا يفرق بالممارسين له من قضاة أو محامين، وإنما أن النقاش فيه هو نقاش مجتمعي بامتياز، نظرا لكون أن مبدأ التشاركية في القرار أصبح مبدأ يفرض نفسه بامتياز، ومحاولة في الإسهام نتقدم بجزيل الشكر بالأصالة والنيابة عن أعضاء المجلس الجهوي لنادي كرة المغرب بالحسيمة لجميع الحاضرين